قبل ما تفضجوا الفيديو خاوتي ما تنساوش تابونيو فلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزاد. السلام عليكم متابعينا الكرام، متابعي قناة ميديا ديزاد، خوتنا جيناكم في فيديو جديد وخبر جديد كالعادة، معاكم خوكم شرف الدين. يا خاوتي والله لمراركة ربحوا غير العيب مساكن، خسروا كلش، حتى ان الصحراء الغربية زاد خسروها يا خاوتي. نعم اخوتي الكرام راهم يغيظوا الان، فهمنا مليح 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 على هالملك تاعهم هذاك خرج في فيديو وهو سكران وهو مهموم في حالة، رغم انه سارق اموال المراركة كامل يا خاوتي، والله غير يغيظ تاع الصح. المهم البارح جات واحد الصدمة كالساعقة يا خاوتي من داخل ديارهم، يعني من وسط المغرب يا خاوتي، بهدلوهم كما يجب عن طريق الاتحاد الأوروبي وبالخصوص عن طريق وزيرة خارجية ألمانيا يا خاوتي التي قامت بإهانة هذاك الخانز تاعهم بوريطة يا خاوتي بشكل مباشر وامامه كيما نقولوا ولاد بلادو. المهم خاوتي تغاو على الفيديو هذا باللايكات، ما تنساوش ايضا خليونا تعليقاتكم، وعلى بالي راح تخليوا التعليقات تاعكم لانه هذا الفيديو راح يعجبكم يا الجزائريين. نروحوا الان مباشره نشوفوا الفيديو كيف كيف ونعلقوا عليه كيف كيف كالعاده. نبداو الفيديو. ومن جانبي أنا أيضا الأسئلة كانت متشابهة التي وجهت لنا نحن الاثنين. فبالنسبة للصحراء الغربية لا يسعني إلا أن أؤكد على اتفاقنا على أن هذه العملية بلاك راح يقولوا خاوتي الحكم الذاتي نستناه ونشوفه تقاد في إطار الأمم المتحدة وبقيادة المبعوث الخاص، وإذا كان هناك حل بالفعل لما كنا بحاجة لهذه العملية. ولذلك فمن الأهم من المهم والجيد أن نؤكد نحن الاثنين اليوم مرة أخرى على أننا سنطرق هذا الطريق سويا، وعلى بالطبع هناك اختلافات قليلة ربما في التركيزات أو التأكيدات. وش راهو صارين لهم يا خاوتي؟ قولوا لنا برك وش راهو صاري لهم، قولوا لنا في التعليقات. خي صدعون لاريصانا بان الاتحاد الاوروبي اعترف بان الصحراء هي مغربية وليست غربية، والان تخرج هذه رئيسة وزيرة خارجية المانيا الى العلن وتقولها مباشرة من المغرب ان الحل في الصحراء الغربية هو حل سياسي 100%، كما تقول الجزائر يا خاوتي، بمعنى انتخابات مشروعة للصحراويين هما اللي يحددوا المصير تاعهم. نكملوا الفيديو. ولكن الإشارة الهامة التي نطلقها من هنا والأمر بنفس الأهمية بالمغرب، والموقف مختلف بالنسبة لي تماما سواء كانت بالمغرب أو الجزائر، ولكن أن نخلق هذه الثقة أن يكون هناك مكان يمكن حل كل النزاعات فيه هو لإيفي. اسمعوا مليح يا أخوتي كيف كان رد هذا بوريطة وكيف تأسف وكيف بكى. نعم يا أخوتي نقولوها بكى، لأنه في الحقيقة تاع الأمر هو راهو يبكي الآن مسكينة ومهبول. واليوم يعني القطاع أهدر بارك أهدر أهدر الخارجي للاتحاد الأوروبي أعطى تصريح اللي كي يوضح فيه الموقف، وهو موقف أن الاتحاد الأوروبي يدعم جهود الأمم المتحدة. الاتحاد الأوروبي يثمن الجهود الجدية وذات مصداقية للمغرب في إطار مبادرة الحكم الذاتي، والاتحاد الأوروبي يدعم حل سياسي عملي واقعي. هاي الصدمة يا خالتي ما قدرش يقولها والله، يتوجع هو ينطق فيها يدعم حل سياسي في الصحراء الغربية، عندها 40 سنة والجزائر تقول لكم هذا الشيء باللي لازم حل سياسي في الصحراء الغربية، بمعنى يا أخويا مدوا للشعب الصحراوي حقهم. ولكن هذا الإنسان الخانز راهو الآن كم تشوفوا أو قريب يبكي هو يهدر فيها في إطار الأمم المتحدة ويدعم جهود المبعوث الشخصي. فأهدر بارك أهدر أهدر تفضل بقدر ما اهدر بارك يا اخويا هيا فازي اهدر. يعني تأسفنا لذاك تأسفنا تأسفوا يا خاوتي مساكن، هذا وش ربحوا الا التأسف تاعهم، ما ربحوا مبادرة اي دولة الا دولة واحدة خاوتي واللي هي دولة اسبانيا، وكم على بالكم بالخيانة خاوتي. راح هذاك رئيس الوزراء تاعهم الى المغرب، رقاولوا ثم بشوية كم على بالكم شوية سحور منك ذا منا ملهيه، وقال لك الصحراء راهي صحراء مغربية، ولكن ظهرت من بعدها باللي الدول الأوروبية كامل لا توافق ما قامت به إسبانيا تماما.
ذاك الموقف الذي لا يعكس لا الموقف الإسباني ولا الموقف الأوروبي بقدر ما التوضيحات اللي جات من بعد. أي تراه سي بلعت الشعب تاعك، على بالي راك تخمم فيها، على بالي راك تخمم باش تبلعت الشعب تاعك. كمل. بينات بأن نتمنى أن الأمر كان كيتعلق فقط بعثرة اللسان اللي يتمناو بلي تكون غلطة تاع لسان فقط، ولا كيما نقولوا زلة لسان برك يا خاوتي. ياكم تشوفوا هذه هي الخارجية الفاشلة تاع الدولة المغربية، تاع المهلكة المغربية، ولا نقولوا لها زريبة يا خاوتي، لأنها ماهيش دولة، مو حال تكون دولة يا خاوتي. كيفاش دولة رئيس تاعها، عفوا يا خاوتي اسمحوا لي غلط الملك اللي يعبدوه تاعها خرج في فيديو أمام العلن، هو سكران، هو يتخابط، نعم خاوتي، أمام الجميع، صوروه بالهاتف بشكل عادي جدا وانتشر الفيديو. يعني إهانة، مستحيل أنكم تكونوا دولة، وعمركم لا تكونوا دولة. يعني هذا وش ربحتوا؟ ربحتوا العيب للجزائريين، ربحتوا العيب للدولة الجزائرية، وصفتونا بحكم العسكر، وصفتونا بأننا ما حابين نقسموكم. ولكن الآن هل دول الاتحاد الأوروبي حتى هي حابة تقسمكم؟ هذا هو السؤال المطروح الآن. هل دول الاتحاد الأوروبي يا خاوتي حابة تقسم دولة ديجا هي محتلة من طرف إسبانيا ومحتلة من طرف يعني عديد الدول الأخرى بلا ما نحكيه في التفاصيل؟ على بالكم مش دارت لهم إسرائيل، على بالكم مش دارت لهم يا خاوتي أمريكا، عفوا ما هيش إسرائيل وإنما بنو صهيون، لأنه لا وجود أصلا لكيان اسمه إسرائيل، رغم افتخارهم ورغم كذا وكذا يبقون دولة محتلة. انتوما دركا وش ربحتوا؟ هذا هو السؤال ليطرحه كل جزائري. وش ربحتوا من كلامكم الفارغ في الإعلام؟ وش ربحتوا من كذبكم الفارغ على الشعب المغربي؟ شعب المغربي مسكين جينياك، فاهمين خاوتي، تقول له كاش حاجة فيها الجزائر يأمنك ويمشي معاك ويزيد يعاونك ويقول لك خويا صحيت، لأنه علاش؟ لأنه رباوهم على كره الجزائر، ثم تجيهم سهلة باش يكذبوا عليهم. ولكن من بعد المراركة ينصدموا بالواقع، ينصدموا بأنه كامل وش قالت الجزائر صح، كامل وش قالت الجزائر صح، ابتداء يا خاوتي من غار جبيلات، اروح هنا الى انبوب الغاز النيجيري، وزيد اوصل هنا الى الصحراء الغربية، راهم في حالة وش نقول لكم، ربي يجيب لهم 1000 مصيبة اخرى، عمركم ما تربحوا لا في الدنيا لا في الاخرة يا خاوتي. المهم انتم ايضا خليونا رايكم في التعليقات حول هذا الامر، ونتلاقوا في فيديوهات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.